مرحبا احبابي، كيفكن؟ اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلاوة الجبن. بدنا نعملها مع بعض بطريقة كتير سهلة وبسيطة وكتير ناجحة، وان شاء الله من اول تجربة تنجح معكم. شكلها بشهي بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط 3/4 كوب مي، نص كوب سكر، ملعقة طعام زهر، ماء الزهر، ملعقة طعام ماء الورد. بغليهم مع بعض على الغاز. حركهم شوي وبتركهم يغلوا. بس غلت المي بهيدا الشكل، عنا هون 500 جرام جبنة مازوريلا قطعتها بهيدا الشكل شرائح. بحطهم فوق المي، فوق القطر. صار عنا هلا قطر. حركن لتذوب عنا الجبنة. بس صارت عندي الجبنة بهيدا الشكل تماسكت مع بعضها، هلأ بحط السيمولينا. حطينا كوب من السيمولينا، منضيف كوب من السيمولينا الناعمة، وبستمر بالتحريك ليصير عنا عجينة متماسكة. عند الغاز على درجة حرارة 6، خففت الغاز على درجة حرارة 3. شايفين هالشكل؟ اسم الله ما شاء الله. مسكت عنا العجينة منيح، هلأ بدي مدها ونحشيها قشطة. شايفين؟ ما شاء الله شكلها بشهي. نايس. هلأ بعد ما خلصنا العجينة أنا وياكم، عندي قطر فاتر، راح احط لكم طريقه القطر اخر الفيديو. القطر والقشطه. بحط العجينه وبمدها. احنا عم نشتغل فيها هي كتير سخنه. عندنا قشطه، القشطه راح احط لكم الرابط اخر الفيديو. هلا بحاول لفها. بسم الله. هولي اخر شي بحطهم بصحن وبحط عليهم قشطة. هالقد القطعة كتير حلوة. هيدا الشكل. منرش على الوجه شوي فستق حلبي، بتعطي شكل كتير حلو رائع. هذه حلاوة الجبن اللي عملتها أنا وياكم. قبل التقديم بتحطوا لها قطر. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي حبايبي.